بالصالات مستمرين لنواكب نجومنا الرياضيين وبتحلى الحوارات على إيقاع التمارين والمباريات وبحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي المتخصص بكرة السلة الباسكت بريك. لما سلتنا بترجع للأجواء الدولية بتكون خطوة فعالة وكتير قوية وذكية، وقديش كانت مهمة مشاركة نادي الوحدة بدورة ماليزيا الدولية لكرة السلة. مدى الفهم ومدى الاحتكاك اللي اكتسبه نادي الوحدة بهالمشاركة الدولية بعد غياب لسلتنا عن هالأجواء، خلينا نرحب بالكابتن هادي درويش مدرب نادي الوحدة والمدرب الوطني لكرة السلة. مساء الخير استاذ مالك. الله يسلمك. من ماليزيا للدوري المحلي، كانوا أول مباراة كان في شوية مفارقات بين اللعب هنيك واللعب المحلي لفريقك؟ تركيز اللاعبين مختلف وتحضيرات مختلفة، يعني وقت طلعنا لهنيك كنا عاملين تحضيرات قبل البطولة لمدة أسبوعين كانت جدية أكبر، كنا عم شو يعني عم نشتغل لنوصل لمرحلة أعلى من التحضير. طبعا بعد المباريات اللي عملناها هنيك أكيد بده يصير في هبوط شوي بالناحية الذهنية والناحية البدنية. بيقولوا لك عم يلعب هنيك مباريات قوية لازم يكمل، بيقدر يكمل بنفس القوة يعمل يضل يعني عم يلعب بمستوى واحد على كل الفترات، وهذا تخطيط التمرين بيصير هيك، لازم يكون في الرتم تمرينات، وبالتالي حسب التمرين بتعمل مباريات بنفس القوة وبنفس الأسوأ بالتمرين. بكتير ناس تفاجأوا أنه نادي الوحدة بده يشارك بدورة ماليزيا دولية، دورة دولية كبيرة، نحن غايبين صرنا كم سنة غايبين على الأجواء الدولية كأندية؟ زمان دولية، نحن نادي الوحدة شاركنا 2011 بدورة دبي الدولية آخر مرة. 2011 لا هلا. بس على مستوى بآسيا بتصور يعني على مع مباراة بال 2003 2004 آخر مرة لعبنا. قديش مهم وجودنا، والأهم من هيك يعني كان التساؤل أنه هن دعونا ولا نحن اشتغلنا على هذا الموضوع؟ يعني شو اللي ذكرنا بهالموضوع او فوقنا على الموضوع؟ هلا كان هي شركه المنظمه البطوله هي شركه خاصه، وكانوا عم بيشوفوا فرق من منطقتنا، كان منطقه الخليج او منطقتنا، ونحن لحقناهم واصرينا عليهم وضلينا ملاحقينهم كنادي يعني، ولحينا بالموضوع بالاخير نجح الموضوع الامر يعني. يعني اللي بيسعى لازم يلاقي نتيجه، فإذا نحن كنا مقصرين بهالفترة هي ولا الظروف كانت ظالمتنا؟ صعبة هلا، يمكن ظروف استقرار شوي بالجو العام بالبلد، الاستقرار شوي أحسن، الموضوع المادي كمان المادي بالنادي، الاستقرار المادي شوي بالنادي لعب دور، يعني لو كانت هالفرصة جايتنا من سنتين وثلاثة أكيد ما كنا قدرنا نطلع أكيد، فهدول العوامل كلها ساعدت نطلع. وطبعا يعني موقف الإدارة بالنادي، الدعم من الإدارة مجتمعة انه الفريق يسافر ويعمل هالمباريات، انا بتصور المهمه كثير، كان كثير ايجابي. من زمان ما سمعنا انه فريق محلي بيطلع بيحضر للدوري المحلي بدوره دوليه قويه مثل ماليزيا، يعني شغله كثير حدث مهم. بس كان هي كمان دعوه ساعدت بالموضوع، اذا من اليوم اذا فكرنا نعمل اي معسكر معسكر تدريبي حتى بالمناطق القريبه علينا كانت كلفته بنفس الكلفه او اعلى. فهذا كمان شيء ساعد. خمس مباريات. طيب نادي الوحدة بهيك دورة دولية، وقعوا هنيك قدام المشاركين أو بين المشاركين، توقع وجودكم؟ هلأ المظهر العام تفاجئوا فيه، متوقعين بسبب الظروف الموجودة عندنا، الحرب يعني الظروف الأمنية يكون وضعنا أسوأ بكتير. الحقيقة كانوا متخوفين كمان من وضعنا، وكانوا يعني عارضين علينا نشارك ببعض اللاعبين الاجانب، هن يعطونا لاعبين اجانب. كنا نسيانين السله؟ نعم. كان عرضوا علينا كمان يشاركوا معنا بعض اللاعبين الاجانب، نحن ما رفضنا للرفض، رفضنا انه بدنا لاعبينا اللي طالعين من هون هي اللي تلعب وهي تاخذ دور اكبر. هلا لو كان معنا لاعبين اجانب مثل الفرق الثانيه كنا يمكن حققنا نتائج احسن، بس نحن كان راي يعني قرار الاداره وقرارنا نحن مع بعض انه ما نشارك بلاعبين اجانب، شارك بس باللاعبين المحليين لنقدر يعني ناخذ الفائده المطلوبه. حضرتك كمدرب لما نطالع على دوره دوليه قويه وفيها لاعبين اجانب ولاعبين محترفين، وفي منهم لعبوا بالدوري السوري وبنعرفهم مثل كريسي اللي لعب مع نادي الجيش وغيره، ما تخوفت من الملامه من نتائج انه تخسر نتائج فوارق كبيره؟ ابدا. والدليل
هلا هي وقت بيكون الموقف او القرار متاخذ من إدارة النادي مع الرأي الفني من الفريق فما عاد في خوف من الموضوع ابدا. والدليل انه ما كنا خايفين وشاركنا بكل اللاعبين حتى باللاعبين الصغار واعطيناهم وقت منيح وشفنا في بوادر كثير منيح بوادر في دعم من الإدارة كان دعم لقرارك الفني ممتاز هالكلام. خضت المباريات كنت متخوف من الفرق في فرق معينة عم تتمنى ما تلعب معها أو مجموعة أو قرعة هو الفريق الوحيد أو الفريق بالفعل كان بطابق مختلف عن كل الفرق الثانية مع وجود الأجانب بكل الفرق ما عدا نحن والفريق الأسترالي هو الفريق الصيني. الفريق الصيني عم نحكي بلاعبين محترفين على مستوى عالي جدا عم نحكي بكادر تدريبي كمان على مستوى عالي وعم نحكي بميزانيات كتير كبيرة قديش يعني؟ كبيرة بوجع الراس الحكي. طب خلينا ناخذ حبة مسكن ونسأل يعني قد ميزانية كم فريق سلة عنا؟ لا ميزانية لاعب واحد بميزانية سنين عنا سنين؟ ميزانية لاعب أجنبي بميزانية سنين عنا حق بوجع الراس هذا الكلام هذا. طب خليني أخذ منك تايم أوت خلينا نشوف جولة الكاميرا الإخبارية بالصلاة وبنرجع للكوتش هادي درويش. مستمرين بالباسكت بريك ومعنا الكوتش هادي درويش. كوتش هادي بعد العودة من ماليزيا لابد من مذكرات فنية ورقمية. شو أهم المذكرات الفنية اللي طلعت منها بهالبطولة؟ هلا نحن عندنا مشكلة كتير كبيرة وقت نلعب مع فرق شرق آسيا هذا اللي شفناه
مشكله كثير كبيره. يعني احنا اصعب مباراه عملناها بدور مع فريق تايوان. هلا كان مع فريق لعبنا مباراه فريق الكرواتي معه لاعبين او ثلاث لاعبين بالفعل مستواهم عالي. هلا هن يمكن بلا فرق عم بيشوفوا فرق وكانوا هنيك ليفتحوا سوق لحالهم. الحقيقه الفريق الماليزي لعبنا معه ثلاث اجانب مستواهم عالي ومنهم اللي ذكرته كريس او اربع اجانب بالاحرى. الفريق الاسترالي هو اضعف فريق كان بالبطوله. هو كان مستوى فني مجمل كان معقول حتى بالنسبه يعني هو بطل دوري الدرجه الثانيه باستراليا قسم من دوري الدرجه الثانيه باستراليا بس ما كان جاهز بالطريقه اللي لازم يكون فيها جاهز بهي البطوله. المشكله نحن اصعب مباراه عملناها كان يعني واجهنا صعوبه فيها هي مع شرق اسيا. وشرق اسيا اذا نحن اليوم رايحين نلعب ان كان ببطولات اسيا على مستوى الانديه او ببطولات اسيا على مستوى المنتخبات اذا ضلينا مبتعدين عن هذا الجو رح يكون عندنا صعوبات كثير كبيره نلعب معه. ونحن انا بتصور بتذكر اخر مره لعبنا نحن كنادي او يمكن ككره سله سوريه هي بال2004 ببطوله اسيا مع كوريا الجنوبيه مع فريق من كوريا الجنوبيه. من هذاك الوقت لليوم ما لعبنا مع هاي الفرق. بتصور لازم يكون عندنا تجارب اكثر معهم لانه غير هيك رح نواجه باي وقت نلعب معهم رح نواجه مشاكل كثير كبيره. هيك بعوده الصين للبطولات الانديه الاسيويه هلا عوده بتصور جيده وصعب الوقفه نوقف قدامها بس هي الشيء صعوبه رح تكون بالسنين القادمه مع دخول نيوزيلندا واستراليا على اسيا. هون اللي رح تكون صعوبه الاكبر. مشكله هي المشكله كبيره لأن استراليا على مستوى الانديه عم تربح بفروقات كثير كبيره على الصين على الفرق الاولى بالصين بفروقات يعني كبيره كثير. فهي هي المشكله رح تكون بدخول نيوزيلندا والصين 2017-2018. نحن عم نحكي والزمن عم يتغير. نادي الوحدة هو بطل أندية آسيا لعام 2003 وكنت حضرتك ضمن الكادر الفني لهالفريق. والتحية لكل النجوم اللي صنعوا هالإنجاز التاريخي اللي صعب يتكرر. صعب بالظروف الحالية. صعب مو ظروف البلد ظروف المادية. صعب اليوم عم نحكي بالإضافة للاعبين السوريين أو اللاعبين البلد نفسها. اليوم عم نحكي بلاعبين أجانب بمستوى كتير عالي بميزانيات كتير عالية. بتصور نحن صعب كأندية سورية حتى بالأيام العادية أنه نأمن هاي المبالغ هاي. هل انفتح باب الاحتراف إن شاء الله البلد رايحة نحو التحسن ورجع الاحتراف الخارجي؟ في عندنا مصاعب باستخدام لاعبين أجانب؟ أنا بتصور مصاعب مادية هي الأهم. كبيرة؟ مصاعب كبيرة كثيرة. بتصور اليوم مبالغ عم تندفع مبالغ خيالية بالنسبة لنا. يعني نحن قبل الأزمة قديش كان ياخذ اللاعب الأجنبي؟ كم دولار؟ في يتراوح بين 10,000 دولار ل 20,000 دولار. 20,000 كثير قلال وهدول ال 20,000 ما قدروا يعملوا الفرق. يعني نحن وقت كنا عم نعمل نتائج منيحة كان نادي الوحدة وكان نادي الجلاء كمان وصل لمراحل متطورة. بتصور اللاعبين المحليين كان هن اللي عم يعملوا اللي عم بيوازن يعني بيوازنوا الأمور. اليوم بنادي الوحدة كان في أنور عبد الحي لاعب أجنبي ثالث كان بالملعب. نفس الشيء ميشيل كان أجنبي ثالث بالملعب. كان هدول اللاعب من هذا النمط من هذا المستوى هن اللي كانوا بيوازنوا الأمور. أما اللاعبين الأجانب بالأخير على طول اللاعبين اللي عم بيقدروا يجيبون الأندية الثانية أو الفرق الأندية الثانية عم بيكون مستواهم أعلى لأنه عندهم صار خبرة أكبر بانتقاء اللاعبين وعندهم الموارد المالية أكبر من عنا. بالإضافة خلينا نشوف إيران وقتها بتعمل نتائج على مستوى آسيا كانت بتعمل نتائج جيدة هو بمستوى اللاعبين المحليين ما بمستوى بس اللاعبين الأجانب. يعني إيران استخدمت لاعبين أجانب ولكن هالنهضة السلوية هي مبنية على اللاعبين الأجانب؟ لا مبنية على اللاعبين المحليين أكيد مبنية على اللاعبين بس هو برنامج كتير كبير ونحن لازم يمكن نعمل برنامج قريب منه لو على اللاعبين الصغار. هلا ما في مشكله بس بده مشروع كبير لازم يكون. على ذكر ايران كان في لاعب ايراني عم يلعب كمحترف اسيوي مع الفريق الصيني. يعني كانوا هن ثلاث لاعبين اجانب ومحترف ولاعب ايراني اسيوي. تمام. بماليزيا المباريات مباراه عن مباراه حسينا وكانه فريق الوحده عم يتحسن اداؤه. في انسجام في تناغم عم بيصير اكيد. لو احنا اول مباراه لعبناها هي كانت اول مباراه ما لعبنا اي مباراه قبلها. اول نص صعب اول 20 دقيقه بالمباراه كانت هي لعبانين هون مباشره لهونيك. فكان صح الانسجام عم يكبر بس كمان الجديه اتجاهنا كانت عم تكبر. يعني اول يوم كان ما في جديه ما هي جديه بس اليوم اول مباراه
ما كانوا متوقعين نعمل هالمستوى هذا. وما بدنا نكبر كثير المستوى اللي عملناه، مستوى كثير عادي هنيك عملناه، لانه الفرق كان مستواها ما كثير يعني صح متطور عننا، وصح في لاعبين مستواهم او امكانياتهم البدنيه احسن منا، بس ما بدنا نكبر كثير يعني مستوى لا الكبير بالموضوع هو عودتنا للاجواء الدوليه. عودتنا كانت بتصور انا مظهر مقبول كان او جيد ما اكثر، ومطلوب منظر مقبول ومطلوب، ولازم نسعى انه كل الانديه تشارك بهالبطولات هي، ان كان بشرق اسيا وان كان بغرب اسيا وباي مكان، لازم نقاتل لنفتح ابواب جديده او للكبار وللفئات العمريه. للكبار وللفئات العمريه. ونحن بنفس الشركه هلا للموسم القادم عاملين مشروع لفريق تحت 19 للنادي. ممتاز هذا الكلام، لانه اللي ما بيفكر ببكره صعب نفكر باليوم. بس كمان خليني اخذ منك تايم اوت، خليني اشوف جوله الكاميرا الاخباريه بالصالات ونرجع للكوتش هادي. بين النعومة والسرعة والمهارة والمتعة تواصل كرة السلة السورية منافساتها في ملاعب الوطن، وتتصاعد حدة السباق في مجموعة الفيحاء نحو التأهل للأدوار الحاسمة لمسابقة كأس الجمهورية للآنسات بكرة السلة. الحمد لله لأنه في عنا لعيبة كتير مناح بيقدروا يرجعوا على اللعبة إمتى ما بدون بيطلعوا باللعبة يعني. فاللعبة كانت بإيدنا الحمد لله، ما طلعت من إيدنا بالمرة نهائيا، وكنا عم نعرف كيف نمشي باللعبة. القمة السلوية لمجموعة الفيحاء جمعت قطبي العاصمة، الواحد حامل اللقب والذي لم يعرف الخسارة منذ الموسم الماضي، وفريق الثورة الطامح بالمنافسة على اللقب والعودة إلى أيام البطولات والألقاب. ويشهد النصف الأول تفوقا برتقاليا لينتهي بتقدم الوحدة بفارق 13 نقطة. احنا بلشنا اول كورتر بلشنا كتير منيح، كورتر الثالث شوي عملنا تورنوفرات، اول 3-4 هجمات ما كنا منيح، مشان هيك فرق السكور شوي نزل الفرق، بس الحمد لله نهاية الثالث وكورتر الرابع قدرنا نحافظ الفرق فوق 10 تقريبا، والحمد لله يعني وان شاء الله رح نتحسن. فريق الثورة تأخر حضوره للربع الثالث وبدأ في وضع دفاعي افضل واقوى وفاعلية هجومية اكبر وامضى، لكنه تأثر بخروج لاعبة ارتكازه هي المالكي بالإصابة، بما كان الوحدة أكثر خبرة وقدرة على التحكم بالأوقات الحاسمة ليكسب اللقاء ب 57 مقابل 47 نقطة. نحن صار عنا كتير إصابات وصار عنا فاولات كتير، رشا سكران من أول اللعبة 3 فاول خسرناها، ما يعني كأننا ما لعبت هاي اللعبة. هيا مالكين صابت بوقت حرج وقت هذا اللي عم تحكي عليه طلعت برا. إليسيا بدها خبرة، يعني اللي بده يمسكها بده يكون عنده خبرة. كورت الثالث هو اللي بيحدد يعني إنه إذا نحن ربحنا ولا لا. تراخينا كتير بس إن شاء الله بالدور الجاي منعود إن شاء الله. الثورة خسر وكسب الاحترام، والوحدة فاز وبقي صاحب الفعل والكلام. كوتش هادي، حكيت لي عن التجربة الإيرانية إنه مشروع كبير هو اللي عمل نهضة سلوية، خلينا ناخد بإيجاز شو عملوا وشو نحن المفروض نقتبس عنهم. اللي عملوا بلشنا نحن في الاتحاد بلش فيه قبل الأزمة، بلش فيه إنه نحن الحقيقة الأرياف عنا كتير مهملة يعني كرياضياً، المواهب او الخامات البدنيه بتكون موجوده عاده بالارياف، الارياف شوي من هذا الناحيه من هالناحيه مهمله، استقطاب اللاعبين وتفريغهم هو الاهم، اي كان لاعبين المنتخب بايران بتصور ما هن حكر على انديه وبتنقلوا بشكل مستمر بين الانديه. الشغله كمان بتصور في تفرغ كامل للمنتخب الوطني، باللاعبين متفرغين بشكل كامل للمنتخب الوطني، معسكرين بشكل دائم. طبعا هلا لا ما عاد موجود، هذا موجود للاعمار الاصغر، بس هالجيل الكبير اللي طلع كانوا متفرغين لسنوات لصالح المنتخب الوطني الايراني، وبنفس الوقت كانوا بيتوزعوا على الانديه بشكل تقريبا عادل ليقدروا يعملوا
توازن. نحن هذا الأمر صعب عنا شوي لأن الموارد المالية للأندية ما هي متوازنة وما هي متساوية. نعم. يعني في أندية مع موارد مالية أكثر من أندية تانية فصعب تطبيقه عنا. ممكن يلتقى طريقة تانية إنه تتوزع يتوزعوا اللاعبين. بس تصور هي الأهم شيء أهم شيء أهم شيء اختيار المواهب المناسبة للعبة. اختيار المواهب من أنو عمر هذا بده بلش الكلام؟ 12 سنة يمكن أو 13 سنة على أو 14 سنة على أبعد تقدير. رجع للمدارس 14 سنة. يعني اليوم في لاعبين ممكن تبرز عمر 11 و12 سنة بس ممكن بعد بال14 تتراجع. فيمكن ال14 هو العمر الأنسب ليكون في ثبات بالرأي أنه هذا اللاعب ممكن يكون لاعب جيد أو لاعب جيد أو لا. فمدارس أو غير مدارس لازم ينشغل على هذا الموضوع. أكيد لازم شغل على هذا الموضوع ولكن نحن خلينا نحكي على مستوى الأندية. يعني في شغل اتحاد وفي شغل الأندية. هذا الكلام وين موجه أنت حديثك؟ بداية للأندية وبعدين للاتحاد. بداية للأندية وبعدين للاتحاد. الأندية إذا ما اشتغلت الاتحاد ما فيه يعمل شيء لأنه إحنا رياضتنا قايمة على رياضة الأندية. وإذا رياضة الأندية ما بتشتغل فما في ما في نتيجة. مش الاتحاد ما فيه يحصد نتيجة يعني يقدر يستمر بشغل الأندية. الأندية بتبتدي وبعدين الاتحاد بيستمر يعني مشاريع متطورة أكثر. بتصور هذا هو الحل. كمسابقات محلية نحن دائما المحور الأساسي لعمل اتحاد لعبة هو المسابقات المحلية. بهالظروف بهالوضع بهالإمكانات ممكن ينعمل أكثر من هيك دوري وكأس؟ لا ما بتصور. ممكن ينعمل المراحل النهائية تكون مراحل نهائية تكون أطول. مراحل النهائية تكون أو يعني المباريات نوعية على طول عم نطلب أنه تكون أكثر وأطول. أطول مو بالأيام أطول كمان بفترات الإعداد. ينعطى فترات إعداد أكبر للنهائيات ويكون في فواصل زمنية ليقدر اللاعب أو المدربين واللاعبين يقدروا يصلحوا الأخطاء وبنفس الوقت يطلع مستوى أعلى. يعني هو التصحيح والتمرين والتمرينات هي اللي بترفع المستوى ما بس المباريات. هلأ اللاعب يكون الفترات الأولى شوي طويلة بعدين النهائيات بتكون مضغوطة كتير بالضغط لا يمكن المدرب انه يغير اي شيء. طيب هذا الكلام لإطالة عمر الفاينالات الادوار النهائية الحاسمة واكثر من المباريات النوعية هذا الكلام ما بيصطدم بحالة مادية؟ اكيد بس الاندية لازم تتحمل بعض العبء شوي من المسابقات. بتصور يعني الاندية اليوم مشكلة الأندية وقتها بتدفع للاعبين ما بيكون في مشاكل بس وقتها تدفع لتنظيم البطولات بيكون في مشاكل. أنا ممكن ينخلق مباراة مسابقة ثالثة مثلا كأس النخبة على مستوى 6 فرق أو 4 فرق وتنعمل هاي بفترات شوي متباعدة ويكون الموسم أطول بشكل عام. يكون الموسم أطول. هو في بعض الأندية بتفضل إنه ما يكون الموسم أطول لا كمان ما يلتزموا بدفع للاعبين. بس في كمان الفرق الثانية فرق اللي بتلعب على المراكز الأولى هي بتدفع على 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 موسم طويل فكمان بتلعب تدفع على موسم طويل للاعبينها تلعب ما لا لاعبينها تقعد ببيتها. على اللاعبين إذا بيكون الأمر بإيدك وصندوق المال بإيدك قديش تدفع للاعبينك؟ انا بتصور الموضوع لازم يكون مفتوح. اها يعني انا رايي العكس ما عامل اتحاد كرة السلة او المجتمعين قرروا وهو ما كان قرار كان قرار مؤتمر. انا بتصور لازم يكون في حد ادنى للرواتب ويكون في حد اعلى كفريق كامل ما كلاعب بشكل افرادي. يعني ممكن نحط ميزانية كاملة تكون الميزانيات للفرق تقريبا متساوية. نعم. والوقت الأندية بتعرف كيف توزع هالموارد أو الميزانية تبعها على اللاعبين. ممكن تدفع للاعب أكثر من لاعب. ممكن تدفع تركز على 5 لاعبين. ممكن لا تعمل ميزانية ل 12 لاعب. هاي وقتها شغل الأندية. هون بيبين شغل الأندية أكثر. بس بتصور أنا حد أعلى مع رواتب اللاعبين ما لازم يكون في حد أعلى لرواتب اللاعبين لأنه أصلاً ما أنه ملتزمين بهذا الشيء. ما حدا ملتزم بهذا الشيء. يعني الحقيقة الأندية عم تدفع ما أنا ملتزمين. ما ملتزمين. وفي لوائح ما أنا ملتزمين. أنا بأكد لك أنه أغلب الأندية ما أنا ملتزمين. شلون بيدفعوا لك يعني؟ ما عندي فكرة.
من تحت الطاولة. واللاعب لازم يتعلم انه كل شيء من تحت الطاولة ما هو مضمون. ما في شيء بيجبر النادي، بيلزم النادي انه يدفعه اذا من تحت الطاولة، اذا ما مكتوب بالعقود ما هو مسجل العقد ما هو ملزم. لا ما بيقرا العقد بتفاصيله. في منه لا في منه لا. ما بيقرا. في منه ما بيعرفوا كم سنة موقعين. ابدا. بيرجع لمحامي بيقول له شو رأيك بهال؟ ما بتصورها، ما في ضرورة للمحامي اصلا، العدد اللاعبين صار قلال تفاصيل على شو عم توقع؟ ما بتصور، بقول الموضوع موضوع ما في يعني، هو حسن النية هو بين الطرفين، هو لازم يكون سائد بين كنادي ولاعب، وما في مشاكل بتصور، ما بيصير في مشاكل كبيرة ابدا يعني. هلا بالسنين السابقة ما صار في مشاكل تذكر، بس انا برأيي انه موضوع سقف الرواتب يكون ما في سقف رواتب، ينترك الموضوع للأندية وحسب إدراتها وحسب يعني قيمة اللاعب هي اللي تحدد، أو نوعية اللاعب هي تحدد شو 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 قيمته فعليا. عودة كرة السلة لنادي لمدينة حمص، شو رأيك فيها؟ مباراة من يومين شفنا مباراة بين الكرامة والطليعة بكأس الجمهورية بصالة الملعب البلدي، هذا كتير شيء مهم يعني، وإن شاء الله بترجع لكل المدن السورية. هلا هي حمص أصلا يعني ككرة سلة بالعشر سنين الأخيرة كانت كتير نشيطة، وخرجت لاعبين كتير يعني على مستوى المنتخب وعلى مستوى الدوري كانوا يعني من اللاعبين المميزين، فالعودة إن شاء الله تكون منيحة إن شاء الله. خليني كمان أخذ منك تايم أوت، خلينا نشوف جولة الكاميرا الإخبارية بالصالات ونرجع للكوتش هادي. حقق فريق الجيش والوحدة انتصارهما الثاني ضمن مباريات تجمع دمشق لكأس الجمهورية بكرة السلة. المباريات التي جرت في صالة الفيحاء افتتحها فريق الجيش بفوز عريض على فريق الثورة ب98 نقطة مقابل 47 في مباراة أشرك فيها مدرب فريق الجيش خالد أبو طوق جميع لاعبيه المسجلين على سكور المباراة، فيما شهد أداء فريق الثورة تحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع أداء الفريق في مباراته الرسمية الأولى بمواجهة فريق الوحدة. لعبنا صغار يعني في رهبة من المباريات مع الفرق خاصة الجيش والوحدة، لعبوا أول مباراة مع الوحدة كانت يعني كبداية، أخذوا فدخلوا بالجو، نزلوا اليوم على اللعبة يعني مو خايفين بنفس الدرجة، قدروا انه يلعبوا خاصة اللاعبين الشباب الصغار. هاي اللعبة الثانية بالكأس، قبل ما كنا لعبان يلعب ودية، انا حاولت شارك اكبر عدد ممكن، شفت الكل شارك، وبنفس الوقت حاول انه ينسجم اللي بدي اياهم انا مع بعض، يعني حاط محطوطين بموقف انه لازم نعمل هيك، لازم كان يشارك الاعمار الصغيره بوقت اكبر، بس انا بتصور يعني المشكله لعبنا القليله هي اللي عم تخلينا نخلي الأساسيين أكثر بأرض الملعب بهيك لاعب طبيعي. المباراة الثانية جمعت فريقي النصر والوحدة وانتهت برتقالية ب72 نقطة مقابل 56. فريق النصر بقيادة مدربه عثمان قبلاوي لم يكن خصما سهلا للاعبي المدرب هادي درويش في النصف الأول للمباراة، وتقدم أصحاب الزي الأزرق في أكثر من مناسبة لتقول في النهاية خبرة لاعبي الوحدة كلمتها، وليتوسع الفارق بين الفريقين ليستقر على 16 نقطة مع نهاية المباراة. نحن كان في عنا نقص باللاعبين كتير منيح، خصوصا تحت الباسكت بالسنترية، يعني حاولنا خلال التمارين انه لا نلعب بطريقه يعني ما يبين هالنقص اللي عندنا، فنحن طموحنا السنه انه نكون بالفاينل فور ان شاء الله باذن الله تعالى. نحن نفس وعودنا على طول انه رح نقاتل، وعود ثانيه ما فينا نعطي يعني على المباريات والنتائج، ما فينا نعطي وعود. وعودنا انه نحن رح نقاتل لاسم النادي ورح نقاتل الفريق، رح يضل يقاتل بكل مبارياته، ونتمنى انه الجمهور يكون معنا. الجولة الثالثة من منافسات كأس الجمهورية لتجمع مدينة دمشق سيشهد مواجهة قمة بين فريقي الجيش والوحدة في 6:00 PM يوم الاثنين القادم، وتسبقها مباراة فريقي النصر والثورة في 4:00 التي سيكون فيها التنافس على تحديد الفائز بالمركز الثالث. كابتن هادي، بالدوري المحلي نحن فايتين على موسم جديد
لسه ما فتوا بالغميق يعني عم تلعبوا مباريات، بس ملاحظ يعني من خلال المباريات الأولية اللي لعبتوها كأنه ما عم تلجأوا لتسجيل سكورات عالية فريق. لا هو طريقة لعبنا نحن ما بت ما بت ما بت طريقة لعبنا بطيئة شوي، ما بتعطي فرصة إنه يصير في تسجيل عالي. يعني طريقة لعبنا بنلعب ب أسرع فريق بالدوري الكابتن، وين البطء بالموضوع؟ لا لا بالعكس، يعني قصدي إيقاع المباراة ما بيكون سريع، إيقاع المباراة ما بيكون سريع، فعدد الهجمات بيكون أقل، فبالنتيجة السكور بيكون أقل والفروقات بتقل. وهو هدول المباريات ما هي مهمة لتسجل فروقات أصلا. تشتغل على هالمباراة شلون؟ يعني أنت عم تفكر بلعبة الجيش؟ لا لا عم فكر بمبارح كان أنا مباراة مع النصر، عم فكر بجدية مع النصر، ما عم فكر بمباراة الجيش، ولا عم فكر لعبنا مع الثورة، عم فكر بجدية مع الثورة. اشتغلتوا السنة لاحظنا تدعيم فريقك بزكريا حسين يلي هو اللاعب يلعب كجناح وشوتر كتير منيح ولاعب هداف، وجميل صدير تحت السلة. كيف كان خياراتك لهاللاعبين وما جبت غيره؟ نحن عنا دورنا على المحلات اللي عنا مشاكل فيهم، وكان السنة الماضية عنا مشكلة بمركز اللي هو بيلعب فيه جميل الأربعة، وعنا مشكلة بالمركز اللي كان فيه بيلعب فيه زكريا. فاللاعبين هدول أنا اللي شايفهم بالسنة بالموسم الماضي أحسن لاعبين كانوا بهدول المركزين، أو من أحسن أميز من أحسن اللاعبين اللي لعبوا بهالمركزين. هي كان في مشكلة بفريق الوحدة، في لحظات كانت التسديد من برا القوس عم تنزل نسبته بشكل فظيع، او عم تسكر السله بوش اللعيبه، رغم انه شوتريه يعني في لعيبه مثل شريف العش، مثل مجد عربشه، مثل علاء ادلبي، ووائل جليلاتي كمان لما كان معكم كانوا شويطه ونسبهم منيحه، في لعب كانت نسبهم كتير عم تتراجع، شو السبب؟ هل هي حاله نفسيه؟ لا ما انه حاله يعني ما هي حاله نفسيه، اللاعبين عندهم خبره كفايه انه يكون يتجاوزوا هذا الموضوع. بتصور وضغط المباريات هو اللي بيعمل هذا الشيء، نحن هذا اللي عم نحكيه. نحن فريق لعبنا على طول مباريات، صرنا 4 سنين او 3 سنين عم نلعب، حتى وقت ربحنا البطوله مرتين كنا عم نلعب مباريات الفاصله على طول، فعلى طول عندنا مباريات زايده عن الفرق الثانيه. هلا يمكن عم نسترخي ببعض الاوقات، لهيك عم نروح على مباريات فاصله. بتصور ضغط المباريات هو على طول وقت في ضغط مباريات او مباريات متتابعه نسبه التسجيل بتخف عند اللاعبين. كان انتصارات هذا الكلام، بس نحن السنه الماضيه خسرنا، ما خسرنا بالهجوم، ما خسرنا بدفاعنا السنه الماضيه. يعني المباراه نص نهائيا كان بنص نهائي الكاس او كان نص نهائي الدوري خسرناها دفاعيا، ما خسرناها هجوميا. نحن الشغله الثالثه اللي الثانيه المهمه، نحن كان السنه الماضيه عدد اللاعبين اللي عم تشارك باوقات طويله هن عدد قليل، 6 لاعبين او 7 لاعبين، فهذا بحط ضغط اكثر، بحط عدد توسع دائره المشاركه ان شاء الله. اكيد موجود جميل وزكريا رح توسع دائره المشاركه اكيد. يعني نحن السنه الماضيه حافظنا على نفس الفريق مع زكريا السنة الماضية، لو قاطعتك السنة الماضية بصراحة ما قدم المستوى اللي نحن نعرفه لهاني، فوجئنا بماليزيا عم يعمل شغل كتير حلو. السنة الماضية هاني مرق بظروف كتير صعبة، ظروف خاصة وظروف ظروف كتير صعبة كتير صعبة. والسنة الماضية هاني السنتر الوحيد كان اللي بالفريق، ما كان في سنتر تاني معه، كان وليد لسه عم بيبلش يشارك، فضغط عليه كان على طول، وظروفه بالفعل ظروف إن كان صحية وإن كان عائلية وإن كان أجواء عامة حواليه كان ظروفه سيئة، ومع هيك كان بيحاول يعمل كل شيء للفريق. السنة ظروفه أحسن، استقراره أحسن، الناحية الصحية أحسن، وبالتالي الناحية النفسية أحسن. هو كتير شخص حساس جدا تماما تماما، اي شيء ممكن يزعجه، اي شيء ممكن ياثر على نفسيته، لهيك شوي مدلل عنا نحن شوي. هو ما عم تزعجه؟ لا بزعجه، انا بزعجه. ليه؟ ما بزعجه، بطالبه بس ما بزعجه. يعني ف بيقولوا جدي بالتمرين يعني قاسي على لعيبتك، يعني هلا انت قاعد قدامي كتير ما شاء الله حولك ونس ورواء وكذا، بس بالتمرين اللي بيشوفك يعني ما بيعرفك برا التمرين. المطلوب انه عطول مطلوب هذا الشيء مع اللاعبين، مطلوب الجدية ومطلوب الأسوأ ومطلوب يكون اللاعب يقدم اللي عليه. اذا اللاعب ما قدم اللي عليه لازم ينحكى معه، لازم ينطلب منه عطول. حتى على الحكام شوي هيك بتزعل منهم احيانا بالمباراة؟ بتحسن شوي شوي.
شو بيزعجك بالحكام؟ عم بشوفك احيانا بتدقق على شغلات صغيره بتوقف عندها بصراحه. الحقيقه انه المزعج ببعض الاوقات هو في بعض الاوقات عدم الجديه. انا هذا اللي بشوفه ببعض الاوقات وخصوصا وقت تكون الفروقات كبيره. يعني بقول لك مباراه خالصه يعني ليش عم توقف عندها هيك؟ تمام هي ما انا كبيره الحقيقه ما انا كبيره بتكون والتعاطي شوي مع اللاعبين الصغار بأسوأ اكثر من اللاعبين الكبار. انا هدول شغلتين شوي بيستوطوا حيط الصغير يعني اكثر يمكن شوي نكون قاسيين معهم اكثر يعني نكون حدين معهم اكثر والعكس مع اللاعب الاكبر شوي. هلا هذا شيء طبيعي اللاعب الكبير لازم يكون له يعني وضع مختلف بالملعب بس لا ما هو موضوع مو هيك بس بالتعاطي بس كمان اللاعب الصغير لازم نشجعه اكثر لازم شوي بهذه الظروف الحاليه بالفعل لازم شوي نشجعه اكثر بس بالمجمل انا بعرف انه الحكام كلهم يعني ما فيني شكك ابدا باستقامتهم ولا شكك ابدا ب ولا فكر بهذا الموضوع نهائيا. اي موضوع جد واجتهاد طيب فريق الجيش اشتغل، فريق الاتحاد اشتغل، فريقين اشتغلوا دعموا صفوفهم بلاعبين، مين مشغل لك بالك اكثر بالمنافسه النهائيه؟ هلا نحن لساتنا بالمنافسه الاولى، الكل بشغلنا بقى. انا بفكر بالكل، انا بفكر بكل الفرق مين ما يعني اي فريق كان بفكر فيه وبحسب حسابه. المشكلة بوقت نلعب مع فرق نوعا ما الكل مفترض انه النتيجة محسومة، هي بتكون أسوأ أصعب المباريات عندي لأنه تحفيز اللاعبين بيكون كتير صعب، إجبار اللاعبين على التركيز بيكون كتير صعب، وهذا اللي نحن بنبذل جهد فيه أكتر شيء. المباريات القوية اللاعبين بيكونوا هن لحانهم بدون أي تحفيز مركزين أكتر، بيكون وضعهم سليم أكتر، لهيك بتكون مباريات شوي ادارتها اسهل. كيف بالعموميات ما راك مفضل تفوت بالتفاصيل الفنيه؟ لا راح نفوت بفريقين وناخذ منك تايم اوت، خلينا نشوف جوله الكاميرا الاخباريه بالصالات وبنرجع للكوت شادي. الحرارة ارتفعت نسبيا في منافسات كأس الجمهورية لسلة الآنسات، والدور الأول لمجموعة الفيحاء كان عامرا بالأداء خصوصا من فريقي الوحدة والثورة العازمين على بلوغ نهائي الكأس. يعني عملنا اللي علينا كلياقة وككل شيء والحمد لله، يعني تأخرنا شوي نحن لبلشنا كجد بس انه لازم خلص الكأس اكيد لنا ان شاء الله هالسنه. اجانا الناشئات يعني الاصغر مننا كانوا عم بيجوا كتير مناح الحمد لله، والشغل الكوتش يعني عم يتعب عليهم كتير، والبنات كلنا مع بعض يعني كروح نفسيه وكذا، فالحمد لله في عنا كتير ناس الحمد لله. يعني احنا بالملعب 11 بنت كتير مناح. الوحدة حامل اللقب والفريق الذي لم يعرف الخسارة منذ الموسم الماضي يواصل رحلة الدفاع عن اسطورته في سلسلة انتصارات متتالية، والدور هذه المرة كان على أشرفية المجتهد فغلبه 68-47. عم نحاول نوصل لنقطة أن نكون كل الفريق منسجم مع بعضه بحيث أن نوصل للعبة قاسيون واللعبة الثورة يكون الفريق كله جاهز، لأن هدول اللعبة اللي هن عم بحضر فيهم. كل مباراة عن مباراة بتفرق إجباري يعني، وكلنا عم ننسجم كلياتنا كفريق، خاصة أنه الفريق الاحتياط مع الفريق الأساسي. يعني هي أول مباراة بيلعبوها بناتنا منيح من اول الدوري، هو السبب انه نحن ما لعبنا ولا مباراه وديه يعني تجريبيه، اغلب الفرق تحضرت يعني احسن منا شوي، بلشوا يفوتوا بجو الدوري البنات، من مباراه لمباراه بيتحسنوا اكثر، الدفاع ماشي الحال بس الهجوم ما عم نسجل كنا، فاليوم مع الوحده بطل دوري قدرنا نسجل عليه اكثر من بقيه الفرق. فريق الثوره القادم بمجموعته الممتزجه بين الخبيرات الناشئات، كان حضوره قويا امام قاسيون فحاصره دفاعا وباغته هجوما ليقدم واحدة من أحلى مبارياته، عكس قاسيون الذي قدم مباراته الأسوأ لتكون النهاية السعيدة للثورة ب 66-30. مباراة حلوة كانت ناجحة دفاعيا وهجوميا، بالعادة بنكون نحن في شيء ناقص مثلا بيكون هجوم مو موفقين او بيكون في شوي قلة حظ او بعض الأخطاء،
اليوم كان وخاصه باول اللعبه كان الهجوم كثير منيح، هو ساعد انه تصير هيك النتيجه. الوحدة والثورة فازا وبقيا الوحيدين بلا خسارة، وبانتظار المواجهة بينهما في قمة الأداء والحرارة. مستمرين بالباسكت بريك ومعنا مدرب نادي الوحدة والمدرب الوطني الكوتش هادي درويش. كوتش هادي، التعديلات اللي عملها فريق الجيش بصفوفه، استخدامه لوسام يعقوب أطول لاعب بالسلة السورية حاليا، وجوده مع عمر الشيخ علي يعني صار من أطول السنترية عندهم بالفريق، أيضا وجود يامن حيدر كمان دعم لارتكاز فريق الجيش. بتصور فريق الجيش اختلف هلا؟ بتصور القوة لساتها بمحلها. وين محلها؟ محل عند رامي وحكم، بتصور هن الحسم عندهم. أكيد وسام عامل كتير مهم، بس وجود وسام وعمر بنفس الوقت بالملعب بتصور صعب، على ما يبدو صعب. يعني برا نفس قصدك صعب ممكن يبطأ رتم الفريق إذا لعبوا سوا؟ بكل النواحي صعب، كل النواحي. نحن الحقيقة جربنا بهذا الموضوع، أنا جربت شخصيا وعلى مستوى النادي وعلى مستوى المنتخب. سنترين نحن يعني حقيقيين مع بعض صعب نلعب، فبتصور وجودهم صعب. يمكن هن قدروا يلاقوا الحل، بس بتصور وجودهم صعب. المنتخب الوطني وشاركت بغرب آسيا، وبعد منها بالمرحلة الثانية كان في تجربة أخرى مع مدرب آخر اللي هو الكوتش علاء جوخجي، له كل التحية. المنتخب صار فيه اعتراض على نتائجه أنه خسر كل مبارياته. بصراحة أنت قبل المشاركة كنت متوقع اللي حصل؟ تقريبا التحضيرات. يعني فريق بدون، ما بعرف، انا الفتره اللي كنا فيها نحن المرتين اللي كنا موجودين، فانا اللي كنت موجود فيها ما كان عندنا مباريات تحضيريه ابدا ولا مباراه. هلا كان في فرصه بهالمره يكون في 3-4 مباريات تحضيريه، بس هن ما هم كافيين، اكيد ما هم كافيين لا بوقتهم ولا ب معسكر بايران واربع مباريات. اذا فريق عم يتمرن صبح ومساء بايران ولا بصاله الفيحاء، شو الفرق؟ ونضاف لهم ميشيل معدلي، هذا فرق. بس كمان المجنس بالفرق الثانية بيعمل فرق، مثل ما كنا عمل فرق معنا نفس الشيء. كنت من أنصار تصغير عمر المنتخب، هاي أخذوا لك قرار أو أخذوا قرار، مو أخذوا لك وإنما من فكرتك، يعني أنه أخذوا قرار بتصغير عمر اللاعبين، أعمار اللاعبين فرق الدوري، بيجيب نتيجة على المستوى البعيد؟ طبعا بيجيب نتيجة، نصبر على الموضوع، ما بنهاية هاي الموسم، هذا الموسم نقيم التجربة. التجربة بدها، أنا برأيي ما في تجربة تقيم بعد موسم واحد، بدنا 3-4 مواسم نقيم التجربة. جرت العادة بنصبر نحن برياضتنا؟ ما بنصبر. التقييم يعني من حسب سؤال سألتني قبل شوي، أنه التقييم بلش مبارح بعد مباراة النصر، وبلشت المقارنة بين فريق الوحدة وفريق الجيش، أي عم يربح بفروقات أعلى. فالتقييم بعد أسبوع بلش، ما بعد مواسم. يعني تقييمنا نحن سريع، وتقييمنا ما هو مبني على شيء على أرض الواقع، مبني على مواقف شخصية. يعني نحن عم نحكي عن فريق الجيش وبنروح لفريق الاتحاد. فريق الاتحاد عمل شغل كمان وعمل خلطة جديدة، خلينا نقول، واستخدم أنطوني بكر لاعب نادي الجلاء، الجناح الفعال اللي بيوم من الأيام انت كنت تتمنى وجوده بفريقك، واستعرته كمان بنهائي السنة الماضية. شلون شايف فريق الاتحاد بتكوينته الجديدة وعودة وائل جليلاتي لإله؟ يعني كسب جناحين وكسب إياد حيلاني. وإياد حيلاني أنا بتصور إياد حيلاني هو الفرق رح يعمله. إياد بيلعب تحت السلة ولا بده يرجع جناح؟ بتصور تحت رح يلعب. إياد الموسمين اللي لعبهم مع الاتحاد، الموسم قبل الماضي واللي قبل الماضي، كانوا أحسن موسمين عاملهم. نفسيا بيرتاح هونيك أكتر، بتمنى انه يعمل موسم منيح، بس بصور الفرق رح يعمله اياد اكثر ما يعمله اي حدا ثاني.
طيب بهالتكوين الجديده وبهالعناصر الجديده وبهالروح الجديده الفريق كمان برضه بس مباراته مع الحريه ما فاز بسهوله. الفرق بلشت الموسم بدون اي مباريات تحضيريه. يعني هي نفس المشكله اللي عم نواجهها بالمنتخب عم نواجهها بالانديه، ما في مباريات تحضيريه. مباريات تحضيريه كثير مهمه، ومباريات تحضيريه يعني اليوم المنتخب عم نحكي هلا على تطويل عمر النهائيات. المنتخب طلع على ايران السنه الماضيه عمل 4 مباريات، بعد اقل من 4 5 ايام راح لعب المنافسه. هذا الوقت ما انه كافي للمدرب ليصلح الاخطاء. لازم يكون في فتره كافيه عند المدرب ليقدر يصلح الاخطاء اللي اكتشفها بالمباريات التحضيريه. طيب اوكي رحنا لعبنا 3 4 مباريات قبل البطوله مباشره، ما في وقت لنغير شيء. الموضوع ما هو بس انه نلاحظ الاخطاء، الموضوع بنشوف الاخطاء ونلاقي الحل تبعه ونمرن الفريق على الحلول، ما هي بيوم وليله. في حال عدم امكانيه الانديه تلعب خارجيا، فينا نعمل شيء نشاط محلي قبل الدوري؟ ما في هلا. ممكن ينعمل كاس الاتحاد مثلا، ممكن ينعمل اي شيء، يعني اي فكره تكون كمان. لا خلينا نحكي كمان ببساطه اكثر، لو نادي الاتحاد مثلا او نادي اي نادي اخر اجى على العاصمه او نادي راح باتجاه مدينه ثانيه عمل مباراتين ثلاثة تجريبيات، ما كان مهم هذا الكلام؟ كنا نشوفه من هذه الكرامة المواسم الماضية. السنة هيك صار في مشكلة مثل المشكلة اللي صارت فيها السنة الماضية. هي السنة المؤتمر تأجل كثير، مؤتمر كانت الأندية ما نعرفة على أي أساس بتشتغل. صار تأجيلات كثير للمؤتمر بظروف ما بأسباب ما بعرفها أنا شو يعني. هي اليوم ما اتخذ القرار للأندية لتعرف شو كيف بدها توقع لاعبين لنهاية شهر 8 أو يعني نهاية شهر 8. اليوم نهاية شهر 8 ما كان فترة كافية لهذا الشيء بتصور، يعني هذا سبب من الأسباب. فإذا بالمجمل وين حتشوف المنافسة النهائية؟ بتصور رح تكون مثل السنة الماضية، يعني هالثلاث فرق الاعتيادية اللي هي جيش وحدة واتحاد، ونشوف مين بده يدخل معهم. ما ذكرته الكرامة الحقيقة اللي يعني الثلاث لاعبين اللي كانوا هن الاستقل عليهم السنة الماضية هن زكريا ويامن ووسام تركوا الفريق. فبتصور خسر كثير وراء الكرامة. ما بنعرف الفرق الثانية شو محضرة. الجلاء السنة تحسن وضعه أكثر شوي بتصور، بس راح من عنده أنطوني بكر صح، بس إجا كمان لاعبين ثانيين. النصر عجبك؟ أكيد 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 أكيد. بيعمل شيء؟ ما بعرف فرق حلب كيف عم تشتغل والكرامة شو عم بيشتغل وفرق حما شو عم تشتغل. الحقيقة ما بنعرف شو يعني الفرق. يوم الحرية لا يعمل مباراة قريبة مع الاتحاد ما في شغل منيح. أنت طيب خليني أسألك سؤال، ذكرت نادي الحرية، أنت مع تجيب لاعب قديم وترجعه تلعبه ولا تعطي فرصة للاعب ناشئ؟ حسب مين لاعب القديم. انا ما بعرف مين لاعب القديم، بس انا ما اعرف لاعب الصغير انه ياخذ فرصه. فريقك سنه فيه صغار؟ صرنا 4 سنين صغار، يعني نحن صرنا 4 سنين بس للتوضيح على طول على سكور على اللائحه لائحه المباراه عندنا 4 لاعبين من الشباب. صرنا 4 سنين السنه ما عندنا لاعبين شباب، لانه اللاعبين اللي كانوا صرنا 3 سنين من لائحه الشباب السنة صاروا فريق رجال، فهن موجودين. ولهيك نحن كنا مرتاحين كنادي على موضوع انه 6 لاعبين تحت ال 24. ما عندكم مشكلة بالموضوع؟ تحت ال 24 ما عندنا مشكلة، احنا مشتغلين عليه كنادي. تمام. برضو خليني اخذ منك تايم اوت، خلينا نشوف جولة الكاميرا الاخبارية بالصالات ونروح لفقرتنا الاخيرة. ما أحلى الرجوع إليه وما أروع عودة رياضة مدينة حمص وعشاقها إلى ملعبهم. ها قد عادت كرة السلة إلى صالات حمص الأبية لتستقبل مباريات نادي الكرامة في مسابقة كأس الجمهورية. اليوم تعود الصالات الرياضية وأيضا فريق كرة السلة لخوض مباريات الدوري في محافظة حمص وفي المدينة بشكل خاص. نحن نقول أنها هي ظاهرة من مظاهر التعافي وإعادة الحياة الطبيعية إلى هذه المدينة. عودة سلة نادي الكرامة إلى عرينها واللعب أمام جمهورها يشكل نقلة نوعية بحياة هذه المدينة العاشقة للرياضة،
والمنتجة للكثير من النجوم والأبطال والبطولات. نحن عم نشتغل حالة اجتماعية هلا أكثر ما تكون حالة رياضية. الرياضة هي رباحة وخسارة، بس نحن أنك ترجع الجمهور هاي الحالة الوطنية. كرة السلة في حمص إلى بصمات كثيرة على خارطة كرة السلة السورية. السنة الماضية نادي الكرامة ساوى بصمة كبيرة على مستوى الرجال، طلع ثاني سوريا. والأهم من كل شيء أنه عودة الروح لملاعبنا لصالاتنا، وهذا أهم شيء بالنسبة لنا. الرياضة هي بتجمع. عودة كرة السلة إلى نشاطها الرسمي في حمص جاء من خلال مباراة الكرامة مع الطليعة ضمن مسابقة كأس الجمهورية وسط أجواء رياضية جميلة وممتعة. من 7 سنين نحن ما أحيانا أي مباراة سلة، ومثل ما أنك شايف الجمهور كتير مبسوط والجو كتير حلو. كنا ماشيين معهم، يعني أول اللعبة كانت حلوة معنا، خلتنا شوي اللياقة وشوي التبديع. يعني صار في ذهاب وإياب، يعني صار جمهور الكرامة فيه يجي ويحضر اللعب. شباب لعبوا جيم كتير كويس، أنا رضيان عنهم فنيا، ولكن لسه في شوية صغرات للاعبين الجدد إن شاء الله نتلافاها. أول شيء بقول هارد لك لفريق الطليعة ومبروك لفريق الكرامة. بتشكر كتير جمهورنا، كانت كرنفالية اللعبة وجمهور كان رائع، القيادة الرياضية كانت موجودة أعطتنا دعم وحافز، وكانت مباراة حلوة. هارد لك نادي الطليعة. المباراة انتهت بفوز الكرامة، لكن الفوز الحقيقي هو لحمصة ورياضتها التي كانت وستبقى قوية وجماهيرية ومتألقة. بسرعة ما شاء الله الوقت مضى. إحدى الدول الخليجية فرضت على فرقة بدوري الكبار دفاع إلغاء دفاع الزون، شو رأيك بهالفكرة للرجال؟ غريبة، سمعت فيها بس غريبة بتصور، يعني فكرة أنا بالنسبة لي فكرة غريبة. ما تلعب زون أنت؟ بنلعب قليل بس يعني ما هو موضوع نلعب ولا ما نلعب، يعني ممكن واحد بمستوى الرجال ممكن يحتال عن الموضوع كتير، يعني ممكن يحتال على الموضوع. هلا المهم هذا الشيء بفرق الصغار شوي المهارات تتطور، ليكون عندهم فكرة راسخة عن الدفاع، كلاعبين بالدفاع وبالهجوم. للاعب يعتمد اللاعب المهاري هو اللي يبرز، ما اللاعب اللي قوي او اللاعب اللي عنده يعني تفوق بدني، بالعكس اللاعب المهاري هو اللي يبرز. بس بالنسبة للكبار بتصور الامر ما هو يعني هو مأخوذ من دوري الNBA. الدوري الNBA معمول هو لأنه الدوري مبني على الاستعراض، واللعب مان تو مان بيعطي مجال للاستعراض أكثر. بنرجع لسلتنا، صار شيء تلاميح من اتحاد السلة أو حديث مباشر أو غير مباشر باتجاه المنتخب الوطني الجديد؟ ما صار معك؟ ما صار، ما حديث معك؟ لا لا عم نحكي بالمجمل برأيي مثل رأي أي مدرب بسوريا، يعني كيف لازم يكون شكل المنتخب القادم. نحن هلا حاليا بالمتغيرات الجديدة الإدارية سلويا محليا ولا على مستوى المنتخب، على مستوى غرب آسيا وتأهل الآسيا وفرصنا. هلا فرص مثل اليوم بنتائج الأردن ونتائج العراق ونتائج إيران صار الوضع أسهل شوي. لازم نشغل على التأهل على نهائيات آسيا، مع شرط يكون الفريق المنتخب أعمار صغيرة. إذا عرض عليك شو تحط الشرط الأول أو الأحرى الأساسيات؟ أساسيات تحضير. وأعمار؟ ما هي مش تفصيل، التحضير هو المهم. التحضير هو المهم وحضورك هو المهم معنا. شكرا كتير كوتش هادي درويش مدربنا الوطني ومدرب نادي الوحدة، بقلك الحمد لله على السلامة. عودتكم من ماليزيا بهالحضور الحلو. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء بالأسبوع القادم ببرنامجكم الأسبوع المتخصص بكرة السلة الباسكت بريك. من هلا لوقتها تبقوا بخير وسوريا بألف ألف خير.